مهلا وصلنا لمساحتنا الطبية. طبعا كثير من الناس خلال فترة الصيام بتروح عندهم عادات، أو خليني أقول بتروح بعض الأعراض اللي بتكون مزعجة، هي الغازات، النفخة وغيرها، الصيام بينظمها، ولكن تظهر أعراض أخرى مزعجة عند أغلب الناس واللي هي حموضة المعدة. طبعا رح نتعرف أكثر على السبب، سواء ليش بتخف الأعراض المزعجة من كان غازات وغيرها، وليش بتزيد الحموضة، ومين الأشخاص ممكن يكونوا معرضين اكثر لهذا الشيء. كل هاي المعلومات رح يعرفنا عليها طبعا ضيفنا لليوم الدكتور نعمان زيدان، اختصاصي بالامراض الهضميه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، اهلا وسهلا. الله يعطيكم العافيه. الله اكرم. رمضان كريم دكتور. الله اكرم علينا. كما بنعرف دكتور، يمكن شهر رمضان المبارك نوعا ما بيرجع بيرتب نظام الجسم، بتلاقي كثير من الناس ممكن خلال شهر رمضان المبارك حتى طرد السموم بيكون مختلف، يعني فينا نقول صحيا له اثار كثير ايجابيه على الجسم، بس في كثير من الناس بتقول لك انا ببعض التفاصيل كانت بالجهاز الهضمي ما فيها مشاكل، وصرت اتضايق منها خلال شهر رمضان المبارك لانه عم نصوم لساعات طويله، ويمكن عم ناكل فقط على الفطور، وناس حتى للسحور احيانا في ناس ما تتسحر. خلينا نحكي عن بعض المشاكل الصحية اللي فينا نقول ضمن الطبيعي ممكن تصيب الصائمين. طبعا بعد رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. مثل ما لك شايفة حضرتك، لأن احنا تقريبا صرنا بنصف رمضان، يعني تقريبا أغلبية الصائمين يعني بلشوا يتأقلموا على هذا النوع من النظام الجديد لتوزيع الوجبات الغذائية. يعني امتى نحن كنا نفز الساعة مثلا 3 الصبح نفطر او شيء، ولكن نحن بنعرف أهمية وجبة او وجبة السحور ووجبة الإفطار. نحن خلينا بالبداية نقسم الصائمين الى نوعين بالأساس: الصائم القوي، المعافى، الشاب او الكاهل المتأثر، بس الذي لا يعاني من امراض هضمية اساسا او امراض ثانوية او اخرى، مثلا مثل قلبية، مثل سكرية، مثل ضغط، مثل القصص هي كلها. والقسم الثاني هن المرضى، هن الصائمين اللي اساسا هن مرضى، يعني يلي عنده التناذر القرحي، يلي عنده فرط الحموضة، يلي عنده التلبك المعوي، يلي عنده الكولون العصبي، يلي عنده التهاب الكولون القرحي. يعني نحن كمان الامراض الهضمية بنقسمها ل تنازرات وأعراض يعني غير خطيرة، مثل مثلا النفخة والتطبل، ومنقسمها للأمراض الحقيقية الخطيرة اللي هي مثلا التهاب الكولون القرحي، داء كرون، التهاب الكبد، تشمعات الكبد، النزوفات الهضمية. إذا اتفقنا أنه الصائم بالأساس إما يكون معافى قبل رمضان وإما يكون مريض. وبعض الناس هلأ تقع بيناتهم أنه هو عنده بعض الأمراض ولكن كانت خفية، يعني ما عم يقدر هو يفسرها، فبلشت تظهر برمضان. حضرتك سألتي أهم شيء أنه شو الأعراض اللي ممكن تكون عند المريض فبيرتاح برمضان، وشو ممكن اللي ما كانت عنده ظهرت برمضان. ممكن تظهر. خلينا نقول باختصار، نحن خلال السنة 12 شهر 11 شهر منهم نأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، ومناكل الأخضر واليابس. ومعلومة عامة أن الجهاز الهضمي يستطيع أن يأكل ويهضم ما يشاء، وأتكلم عن شو؟ عن الجهاز الهضمي المعافى. صحيح. شو يعني المعافى؟ يعني شاب طويل عريض وعم يأكل ومقتبل العمر بده يطول ويعرض، شباب بيأكلوا كل شيء، يعني ممكن بعد البقلاوة يأكل حرة بأصبع، ممكن يأكل فريكة، ما بيأثر طالما الجهاز الهضمي جيد. فالمعدة هي بيت الداء والدواء، يعني منها يدخل الفيتامين، ومنها يدخل لبناء الجسم الكلس والفيتامينات والبروتينات والدسم وكل شيء، ومنه عن طريق المعدة كمان تدخل الجراثيم والأمراض. صحيح. فالمعدة المريضة يصبح الجسم كله مريض، والمعدة السليمة الجسم كله سليم إن شاء الله. ماذا يحدث خلال الصيام؟ نحن تعودنا خلال 11 شهر على نظام غذائي محدد، مثلا فطور الساعة 9، الغداء الساعة 3، العشاء الساعة 9، النوم مبكرا، النوم متأخر، في نظام خاص، بروتوكول نحن اتخذناه. هلا فجأة انت عم تصومي 15-16 ساعة، يبقى الجهاز الهضمي بلا ماء بلا طعام، حيصير كالتالي: اللي عنده نوع من انواع تهيج الكولون او الكولون العصبي او الكولون التوتري خلينا نسميه، او التنازرات القرحية، حيشعر بألم، حيشعر بنفخة، حيشعر بتطبل بالبطن، وهذه الأعراض الرئيسية. يعني المريض بيقول لك: دكتور أنا قبل الإفطار بحس بطني هالقد انتفخ، مع إني لسه ما أكلت ولسه ما باكل لقمتين، بصير منفوخ أكثر. طبعا هذا نوع من أنواع خلينا نقول الخربطة البيولوجية أو السيستم للجهاز الهضمي اللي تعود عليه خلال أشهر. طبعا علاجها بسيط، هي إذا كانت فائضة ومفرطة
بالحدثية كتطبل شديد، ألم بطني، ماغص، تشجع شديد، طبعا احنا احيانا بنفتي للمريض انه لا يصوم، لانه هكذا مريض لازم ياكل وجبات قليله متعدده، ياخذ دواء بانتظام، يشرب السوائل الدافئه كالبابونج والزهورات، الكمون واليانسون، بننصحه ياخذ دواء صباحا وظهرا ومساء. فهكذا مريض او صائم بنقول له اخي لا بقى تصوم، والله افتى لك فعدته من ايام من اخر، يريد الله بكم اليسر. ما بدنا نحن نعقد على المريض ونعصبه، بالله انا الدكتور بدي صوم، بقول له ماشي اذا بدك تصوم بنحط له نظام غذائي محدد. انه مثلا على السحور لازم ياخذ سوائل دافئه وياخذ الدواء تبعه، مضاد الغازات، مضاد التشنج، مضاد النفخه، واحيانا نعطيهم مهدئات نفسيه، مو لانه مريض نفسي لا، ولكن المهدئ النفسي يخفف سرعه وحركه الكولون فبتخف التطبلات والنفخه. اثنين بنحط له نظام غذائي، انه شو الاكلات اللي ما بتنفخ، شو الاكلات الى ده. بعدين غير النظام الغذائي ونوع الغذاء لازم نحدد له طريقه الطعام، يعني نقول له لازم نبدا بسائل دافئ، ناخذ تمرتين، بنروح بنصلي المغرب، بنرجع بتكون المعده تجهزت وتوسعت قليلا، يعني ما في وارد طعامي مفاجئ على جهاز الهضم فبيختفي التطبل، اذا ما اختفى فبيخف لاكثر من 50%. هي بالنسبه لاعراض التطبل البطني التالي للصيام او التالي لتناول الطعام السريع، يعني معده متقلصه 16 ساعه فجاه تتوسع خلال 10 دقائق تسبب الم بطني ومغص واحيانا اقياءات. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم سريعا، مثل ما قلت حضرتك بعض الامراض بنقول لهم وقفوا صيام برمضان، خلينا نحكي اكثر بالتفصيل اليوم عن حموضه المعده، هي اللي بتظهر عند بعض الاشخاص حتى ممكن ما يكونوا بيعانوا من امراض بس بنلاحظ عندهم حموضه المعده، هل هي مرتبطه بنوعيه الطعام ولا بكثره الاكل، مثلا العصائر، الشوربات، الشخص اللي بيكثر وخصوصا نعم. فينا نقول السوائل اللي هي ما انا طبيعيه صناعيه اللي موجوده. نعم كمان هون نحن بنقسم الصائمين نوعين، يلي عندهم استعداد ومتلازمة ما فرط الحموضة، وهي متلازمة ترافق المريض أو الصائم قبل الصيام وبعد الصيام وقبل رمضان وخلال رمضان وبعد رمضان، هاي المتلازمة هي متلازمة صعبة. اثنين في عنا متلازمة الجرد أو القلص المعدي المريئي، وهي ترافق المريض خارج رمضان وداخل رمضان. ثلاثة في عنا المرضى اللي بيعانوا من فتوقات بالحجاب الحاجز. أربعة في عنا المرضى اللي متلازمين أو متلازمة التنازلات القرحية، يعني المريض يعاني من تنازلات قرحية وآلام قبل رمضان وبعد رمضان. والقسم الآخر هو الصائم المعافى، يعني بالأساس ما بيعاني من حموضة إلا قليلا، يعني بيقول لك واحد أنا مثلا دكتور كل ست شهور بتجيني حمضة إذا أكلت هريسة مثلا أو فرط حلو، يعني حلو فائض، أو دكتور أكلت مثلا دبس مية بندورة رب البندورة فصار لي حمضة. هدول المرضى عادة ما بيصير لهم شيء برمضان. أما المتنازرات والتنازلات اللي أنا حكيت عنها حقيقة المريض بيعاني كتير، لذلك هنا نحن بنعرف هدول المرضى، وصاروا المرضى 99% مثقفين، يعني قبل رمضان بخمسة أيام ببلش يراجع طبيبه بيقول له دكتور قرب رمضان أنا إمتى أخذ دوائي، شو أكل دكتور، شو بتنصحني، قوي الدواء لما خفف الدواء، شو بتنصحني اكل. هي متلازمه فرط افراز الحموضه، 80% من المرضى حضرتك اذا اخذوا الدواء والتزموا بتعليمات الطبيب بتخف الحموضه برمضان، بتخف تماما، يعني نحن بنعلمه وجبات قليله متعدده، ما تقل بالاكل، لا تاخذ المشروبات الصبغيه والصبغيات، انما بنشرب عصائر طبيعيه، ما منكتر من السائل مع الطعام لانه بتفوش الاكل، واذا فاش الاكل بصير معه متلازمة الجرد أو القلص المعدي المريئي، فبيتضايق المريض لا عاد يعرف يصلي مغرب ولا عشاء، بيقول لك أنا عم أقول سبحان ربي الأعلى بيطلع الأكل لحلقي. هدول عادة بيكون 90% من هدول المرضى منظرين المعدة ومشخص لهم الجرد أو ما يسمى القلص المعدي المريئي أو المعوي المعدي، هدول بيكونوا مشخصين، فهن تقريبا بيكون بيعرفوا شو ياكلوا ما ياكلوا، بس عادة العين يا اخي بالجوع يعني العين تاكل ما بيلتزموا إيه؟ بشكل كامل فما بيلتزموا، يعني قدامك اكل وانت جوعانه 16 ساعه فبده يخبص. هون بهالاثناء نحن ننصح بالالتزام بالحميه الغذائيه، الوجبات، عدم املاء المعده كثيرا، اخذ الادويه بانتظام وخصوصا الدواء الذي وصفه الطبيب. اذا في مريض ما عم يوصف له الطبيب دواء نحن شو بنقول؟ نعطيهم ما يسمى
بسموهم بالعاميه واقيات المعده. صحيح. واقيات المعده هن نوع من انواع البي بي اي او مثبطات مضخه البروتون، بتخفف نسبه الحموضه تقريبا من 40 الى 60%، بتخفف علامات القلص المعدي المريئي. طبعا في ادويه مرافقه. اذا الدواء لحاله لا يكفي، النظام الغذائي وحده لا يكفي، انما طريقه الطعام والالتزام حضرتك. صحيح. فبتخف وبتتحسن هذه الاعراض اذا الله راد 60 الى 80%، بس اختفاء الاعراض كامله أكيد. صعب. صح. بنتمنى الصحة والسلامة للجميع بختام حديثنا دكتور، للحديث تتم لأنه موضوع مهم، في كثير من الناس عم تتابعنا فعلا عندها مشاكل بالجهاز الهضمي، لهيك مثل ما قلنا الالتزام بالحمية والالتزام بالدواء هو بيكفي نوعا ما لتخفيف هي المشاكل الصحية. نعم. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. يعطيكم العافية. شكرا لك.